إسرائيل تتهم إيران بشن هجوم سيبراني على بنيتها التحتية للمياه وتعده تجاوزاً للخطوط الحمر. تل أبيب التي تتباهى بقدراتها الهائلة في التجسس والاختراق، هل تشرب من بئر أفعالها؟ تعزيزات عسكرية للجيش السوري في درعا وضغوط من الأهالي والوجهاء لحسم موضوع المسلحين. هل انتهت صلاحية التسوية أم الأمر محصور بحالات محدودة ولمصلحة أي طرف إعادة توتير الأجواء؟ استمرار المسيرات المؤيدة لسعد الحريري في بيروت بوجه الهجمة التي يتعرض لها من شقيقه بهاء. كيف تجدد صراع الإخوة على الخلافة والزعامة؟ وهل الموضوع أبعاد خارجية لخلق واقع جديد في لبنان؟ وفي قضية اليوم 20 عاما على اندحار الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. كيف غير التحرير المشهد الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط؟ أي دور لسوريا؟ وماذا تبدل اليوم مع تعاظم قدرات المقاومة؟ أكثر من هجوم سيبراني استهدف وزارات وقطاعات إسرائيلية حساسة بينها وزارة الدفاع، ولكن الهجوم الذي نفذ قبل أسبوعين يكاد يكون الأخطر في تداعياته ودلالاته التي تلقفتها الحكومة الإسرائيلية وناقشتها في اجتماع تم التشديد فيه على إبقاء مجرياته سرية. نتابع ثم نحلل. هو ليس الهجوم السيبراني الأول على قطاعات إسرائيلية أساسية، ولكن الهجوم الذي وقع قبل نحو أسبوعين ضد البنية التحتية للمياه المدنية في إسرائيل استدعى نقاشا سريا على مستوى المجلس الوزاري المصغر في زمن كورونا. الكابينة خلص إلى أن هذا الهجوم تصعيد كبير يجتاز الخطوط الحمر باستهداف قطاعا حيويا بالنسبة للمدنيين. وبرغم توقيع الوزراء استمارات تؤكد سرية مجريات اجتماعهم الخميس الماضي، نقلت وسائل إعلام الاحتلال عن مصادر مطلعة أن الكابينت اتهم إيران بالضلوع في الهجوم. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الهجوم لم يتسبب بأضرار فعلية كبيرة، وأن ألحق بعض الضرر في منشآت مائية تابعة للبلديات والقرى. ولكن خطورته من منظور تل أبيب هو أنه يمثل مسا مباشرا بالأمن المائي للمدنيين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن هذا الهجوم يتنافى مع جميع القواعد المتبعة حتى في أوقات الحرب. وتقول شبكة فوكس إن هذا الهجوم ما كان ينبغي تنفيذه نقلا عن مسؤولين إسرائيليين. هذا الهجوم قد يمثل انعطافة جدية في سياق ما يعرف بالحرب بين الحروب، إذ يحمل رسالة بالغة الدلالة على القدرات التكنولوجية لمن نفذه. فإسرائيل تعد رائدة على مستوى الأمن السيبراني والصناعات المتعلقة بتكنولوجيا وأمن المعلومات، بل مصدرة من الدرجة الأولى لهذه التقنيات إلى دول كبرى. وأن يتمكن طرف ما من استهداف قطاع المياه فيها فهذا مؤشر على أن مفهوم الحرب المقبلة لن يكون كلاسيكيا بالمعنى العسكري. هذا الهجوم يرقى إلى معادلة ردع جديدة مفادها أن الحرب المقبلة ستغير شكل الحياة المتعارف عليه بالنسبة للاحتلال حتى خلال الحروب، وهو أمر لم يختبره الإسرائيليون قبل تموز 2006 حين رسخت معادلة حيفا وما بعد حيفا، ولاحقا معادلة قصف تل أبيب بصواريخ غزة. محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، إذن هو ليس الخرق الأول، لماذا الآن تقول إسرائيل أنه تخطي للخطوط الحمر؟ ماذا يعني أصلاً اختراق البنى التحتية المائية في إسرائيل؟ أي خطر تتحدث عنه إسرائيل؟ في البداية إسرائيل تكتمت على الأمر وعرض في الكابينيت بشكل سري وطلب من الوزراء المشاركين أن يوقعوا على تعهد بعدم البوح في هذا الأمر، الذي كشف الخبر الصحفي براك رابيد من القناة 13 وكتب تفاصيلها على صفحته على تويتر وبعد ذلك على القناة 13، وقال بأنه ألمح بأن الاتهامات تشير نحو إيران. الصدمة هي تكتم إسرائيل على الختار، تكتم إسرائيل على الأدوات وعلى الطريقة التي يتم التعامل بها، لا سيما كما ورد في التقرير أن إسرائيل تتباهى وتقول إنها هي التي تقوم بهذا الدور، يأتي أن تأتي جهة أخرى وتلعب هذا الدور ضدها
فهذا يعني أنها هذه الجهة الثانية جعلت إسرائيل تذوق سمها الذي طالما ذاقه الآخرون. إسرائيل لغاية الآن تكتب بشكل رسمي لم تتحدث عن الأمر. وبودي الإشارة هنا لماذا خطيرة؟ بتقديري أن الجبهة الداخلية هي الخطيرة، الجبهة الداخلية هي البطن الرخوة في كل الحروب، هي التي تئن أول من يئن، وهي التي تطالب دائما بوقف الحروب لأنها أصبحت تسقط عليها. استهدافها بهذه الطريقة في الجبهة الداخلية في وزارات أو في قطاعات مثل المياه، هذا يعني أن إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها، وهذا هو نعم الذي نفذ الاختراق ماذا يستطيع أن يسيطر عليه مع سيطرته على البنى التحتية المائية؟ على هي السيطرة بتكون محدودة، يعني كل الدول تتعرض للاختراق وبعد ذلك تستعيد سيطرتها. فنقول ما هي الخسائر؟ الخسائر عادة تكون الإرباك وعادة الأسرار. هل حصلت هذه الجهة الثانية على أسرار من داخل إسرائيل منظومة العمل، ثم أن الدول لا تستطيع أن تغير منظومة العمل كلما تعرضت للاختراق، لأن هذا يحتاج إلى سنوات من العمل الإداري والبروتوكولي والتنظيمي والهندسي. وبالتالي مجرد أن يعرف الخصم أو الطرف الآخر بنية التحتية وطريقة إدارتها والتحكم فيها عن بعد، فهذا يعني أنها خسائر كبيرة وكثيرة. طيب، عندما نتحدث عن الحرب السيبرانية، ربما أذهب إلى عماد خياط محلل ميادين الشؤون العربية والأوروبية للحديث عن هذه الحرب. كيف ستكون صورتها وتداعياتها إذا ما أردنا الحديث عن أنه مفهوم الحرب المقبلة لن يكون كلاسيكيا، نحن أمام نوع جديد؟ ما هي هذه الحرب؟ نسمع عنها لكن فعليا على الأرض كيف سيكون شكلها؟ حرب العقول هي مصطلح تقني جديد بعيد كل البعد عن المفاهيم التقليدية للحروب التي عرفناها، وبالتالي لم يعد لمفهوم القوة هنا السيطرة، بل للذكاء، ذكاء العقل والذكاء الاصطناعي والقدرة على التحكم بهما من أجل الوصول إلى الهدف، وهو ربما شل العدو أو إحدى قطاعاته الحيوية كما حصل بالنسبة للبنى التحتية المائية في إسرائيل والتي كانت مستهدفة بهذا الهجوم السيبراني. هناك نقاط كثيرة تشير إلى أن الصراع بدأ يأخذ هذا المنحى أكثر منه، وهو مدمر ومكلف ويمكن أن يكون له قوة تدميرية أكثر من يعني الصواريخ التقليدية العادية المدمرة، لأنه يمكن أن يشل الحركة في بلد ما أو في منطقة ما وأن يعيق الحركة، وبالتالي أن يؤدي أو أن يسمح للخصم الآخر أو للعدو الذي شن هذه الحرب السيبرانية بأن يتقدم ربما على الأرض وأن يشل أيضا حركة الاتصالات ربما. أقول كل كما ذكر ناصر قبل قليل، هناك طبعا قوى ودول تقوم بكل ما يمكن وتتأهب وتستعد وتكون جاهزة دائما من أجل مواجهة أي هجوم من هذا النوع للتعامل معه كخطر وشيك، وهذا يمكن أن يحد ربما من المخاطر. أعود إليك ناصر، ما الذي يؤكد بداية أنه هذا الموضوع حصل؟ عندما تريد أن تخبئ شيء إسرائيل تخبئ لسنين طويلة، عندما يكتب هذا الصحفي هناك من قصد أن يسرب هذا الموضوع له، هذا أولا. الخرق والإعلان عنه، ماذا يعني نجاح الخرق أصلا في شبكة تفاخر إسرائيل بأنها هي الأكثر إمساكا بزمام أمورها والأكثر تطور فيها؟ أولا ولماذا أيضا تؤكد أن إيران هي من يقف وراء هذا الهجوم؟ أولا هذا درس للبشرية بأن الدول الظالمة والدول التي تقول أنها تتحكم بالعالم لا تستطيع، يأتي طبي من آخر بقاع الأرض على جهاز كمبيوتر لا يتعدى ثمنه $200 أحيانا استطيع أن يحترق البنتاغون. وبالمناسبة هناك العديد من الفلسطينيين الذين سجنوا لسنوات طويلة لأنهم استطاعوا أن يخترقوا هكرز من حواسيب عادية أو تليفونات عادية أكبر مراكز حساسة في إسرائيل. الخطورة هي أنه القدرة على ذلك. أما لماذا إيران تتهم؟ واحد، لأنه عندها الإرادة والرغبة وعندها الإمكانية. ثالثا الصحفي كيف حصل؟ هناك تسريبات حقيقية، يعني لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية سربت الأمر، وإنما الصحفيين الإسرائيليين الذين تربطهم علاقة قوية جدا بالوزراء وبرئاسة الأركان تمكنوا من الحصول على المعلومة. المهم في النهاية في هذا المجال واستكمالا لكل الحديث بأن هذه الدول التي تقول نحن نبيع التجسس للعالم، نحن مثل أمريكا التي متهمة الآن بأن المخابرات الروسية استطاعت أن تتحكم بانتخاباتها وتؤثر فيها، إسرائيل الآن التي تقول لبعض الدول العربية وللهند وللعالم بأنها تبيعها تكنولوجيا التجسس،
لتحمي ظهرها أولا. في سوريا الجيش يعزز حضوره في ريف درعا بعد تكرار الاعتداء على مؤسسات الدولة والعناصر العسكريين والأمنيين. التلويح بالقوة لضبط ريف درعا يوازيه تحرك ضاغط من الأهالي على بقايا المسلحين. نتابع ثم نحلل. يعزز الجيش السوري مواقعه في مزيريب وداعل وإزرع في ريف درعا، عشرات العربات المدرعة ومئات الجنود في مواقع قتالية بعد عامين من إبرام التسويات، ردا على جرائم المسلحين بعد مجزرة مزيريب التي أودت بتسعة عناصر من الشرطة، وبعد عمليات اغتيال تنقلت بين الريفين الغربي والشرقي للمحافظة. نحن حريصين على إعادة الأمن والأمان إلى ربوع كل أراضي سورية، ومن ضمنها بعض المناطق في درعا مثل طفس والمزيريب ودرعا البلد وبصر الشام. بتصور الحل قريب، ولابد من عمل يتم فيه القضاء على المجموعات المسلحة. اللجوء إلى القوة يبدو آخر الحلول وأصعبها، لكن حراك المجتمع المحلي ممثلا بوجهائه ولجان المصالحات لا يتوقف، والهدف في الحالتين معالجة ملف السلاح ورافضي التسويات رغم توقيعهم عليها. لابد من تسليم السلاح الموجود بين يدي المسلحين. بعض المصالحات كانت شكلية، وأتصور المفروض تكون حقيقية، ونكون نتابع العمل مع من تمت المصالحة معه. أنجزت المصالحات دورا مهما في درعا قبل عامين، حقنت دماء وأسمت بإعادة آلاف الشباب إلى خدمة العلم، لكن خللا كبيرا بدأ يظهر، وسببه بقاء السلاح بأيدي مجموعات رافضة للالتزام بالتسويات. تجاوز عدد الهجمات على مؤسسات الدولة وحواجز الجيش 350 هجوما خلال عام بحسب بعض التقديرات، واقع يفرض تحركا عاجلا للمعالجة وإعادة مناخات الأمان إلى محافظة حيوية بموقعها قرب الجولان المحتل والحدود الأردنية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. مراسل ميادين محمد الخضر، هذه التعزيزات هي فقط استجابة للأهالي أم هناك ما هو أكثر؟ يبدو هناك ما هو أكثر، لأن التطورات على الأرض تشير إلى اعتداءات متكررة وبنسبة عالية جدا. هو تلويح بالقوة للمسلحين أن الأمر جدي، أن هناك قرار عسكري، لم تجري عملية التزام بما يقوم به المجتمع المحلي والوجهاء، والعودة بالتالي إلى التسويات التي كانت سابقا موجودة وتم الالتزام بها منذ عامين. هو تلويح، وربما باتجاه استخدام هذه القوة إن لزم الأمر، كما تشير مصادر ميدانية وكما تشير التطورات على الأرض في عدة مناطق من هذه المحافظة. طيب، نحن نفهم أنه أمام أي مشهد في الأيام المقبلة في ريف درعا؟ هناك خطان متوازيان. الخط الأول هو التلويح بهذه القوة العسكرية في مواجهة عدم الالتزام بما جاءت فيه اتفاقيات التسوية، والخط الثاني يتحرك بشكل سريع في الواقع كما فهمنا من وجهاء وشيوخ. هناك التركيبة للمجتمع عبارة عن مجتمع عشائري، هناك تحرك كبير للضغط على المسلحين لتسليم قتلة تسعة عناصر شرطة تم قتلهم وإعدامهم في الرابع من أيار قبل حوالي ثمانية أيام من هذا اليوم. تريد السلطات السورية الوصول إلى قتلة هؤلاء العناصر، وبالتالي إعادة الضبط إيقاع الأمور بما ينسجم بما جرى الاتفاق. وهنا أي مصير للمصالحات التي كانت يعني وكان تحدث عنها بالتقرير أنه شكلية، ماذا عن صلاحيتها وهي طبعا برعاية روسية، هل انتهت؟ في الواقع علا المساحة واسعة لدرعا، في بعض المناطق هناك خلل كبير بالفعل، هناك عدم تسليم السلاح، هناك اعتداء على مؤسسات الدولة، هناك اعتداء كما جرى على مقر الشرطة وجلب هؤلاء الشبان التسعة ثم القيام بإعدامهم. لذلك لا نستطيع القول أنها في كل درعا هي تواجه خلل، إنما في بعض المناطق، وهي أربع أو خمس مناطق بشكل أساسي، منها مزيريب، منها طفس، ومنها محيط مناطق نوى، هذه تقع في الريف الغربي من محافظة. ماذا سيحصل في هذه المناطق؟ ما البديل لهذه المصالحات؟ ما الذي تم الحديث عنه في المصالحات المقبلة أو شكل التسويات المقبلة؟ أي ضمانات؟ وأين الروسي تحديدا بما أنه كان راعي للمصالحات قبل؟
الروسي لديه مناطق كثيرة يتواجد فيها، مثلا في بصرة هناك الفيلق الخامس الذي أنشأه الروس وانضم إليه كثير من الشبان الذين كانوا مع المسلحين. البديل في الواقع الجيش في شباط الماضي فبراير نفذ عملية عسكرية سريعة في منطقة الصنمين وكان فيها مثل هذه الحالة الخلل، وأدى ذلك إلى إبعاد حوالي 21 مسلح باتجاه إدلب. ربما المشهد يحتاج إلى تكرار في بعض المناطق. هذا هو السيناريو المرجح إن لم تنجح الجهود التي تقوم بها الوجهات والعشائر والمشايخ وكل المكونات الاجتماعية في مناطق درعا. ناصر اللحام، درعا هي محافظة حدودية مع الأردن ومع الجولان أيضا، لطالما كان معروف دور إسرائيل في دعم المسلحين في خضم الأزمة. ماذا اليوم؟ هل يناسب إسرائيل أن يستمر التوتر في محافظة درعا؟ هذا صحيح، يناسب إسرائيل استمرار التوتر، تلعب دور تخريبي تحريضي لمنع الاستقرار، تأجيج الصراعات حتى الصراعات الداخلية في سوريا عن طريق الاستخبارات عن طريق أدواتها، وكذلك إثارة للقلاقل، تأثير مباشر وغير مباشر. وطالما درعا تذكر في الإعلام العبري سواء من خلال قصف من الجو أو من خلال بعض التقارير الاستخبارات العسكرية التي رصدناها واعترف فيها ضباط الاستخبارات العسكرية أنهم يتدخلون حتى في الصراعات العشائرية والعائلية ويعطون أحد الأطراف سلاح ويقوون الأخ على أخيه بطريقة طبعا غير مباشرة وغير معروفة حتى تبقى هذه المناطق الحدودية غير خاضعة للاستقرار وغير خاضعة للجيش السوري. وطالما طبعا المدفعية الإسرائيلية قصفت قوات ودشم الجيش السوري فيها. في بيروت مواكب سيارة تأييدا لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتنديدا بالهجمة التي يتعرض لها من قبل شقيقه بهاء، وما بدا لافتا زيارة السفير السعودي لسعد الحريري اليوم. أنصار تيار المستقبل يجوبون شوارع بيروت. التظاهرة الداعمة لرئيس التيار سعد الحريري انطلقت من منطقة طريق الجديدة ووصلت إلى دارة الحريري في بيت الوسط في العاصمة. التحرك الميداني لتيار المستقبل جاء بعد عودة الحديث في لبنان عن سعي بهاء الحريري شقيق رئيس الحكومة السابق لتنظيم مجموعات داعمة له. بالتأكيد عندما يقوم بمثل هذه المهمة سيلاقي مجموعات سياسية في البقاع وفي بيروت وفي صيدا وفي قلب صيدا مسقط رأسه، بالتأكيد يستغلون ضعف الرئيس الحريري ويستفيدون ماديا من بهاء الحريري لا أكثر ولا أقل. أما السعودية التي سبق وروجت لبهاء الحريري كمرشح لرئاسة الحكومة بعد إجبارها الحريري على تقديم استقالته من الرياض في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2017، فقد أوفدت سفيرها في بيروت وليد البخاري لزيارة الحريري. رسالة السعودية الأساسية أيضا من الزيارة أن هي تدعم وحدة الصف. بهاء الحريري منذ 15 عاما لم نراه، يعني نحن سمعنا به قبل العام 2005. أما أنصار سعد الحريري فأكد عدد منهم أنهم مع سعد حصرا. الحريري طريق جديدة. مين؟ سعد أكيد بهاء مين؟ فيما رأى آخرون أن الدعم هو لبهاء ولسعد في آن. عم الزهر مع الشيخ سعد ومع بهاء رفيق الحريري، مع اثنين هول اثنين اخوة والدم ما بيصير ماي، الله يقوي اثنيناتهم. لم يشهد تيار المستقبل منذ تأسيسه حالة كتلك التي يعيشها اليوم، فرئيسه خارج السلطة وبعض أنصاره قد تجذبهم طروحات بهاء الحريري وقد يرون فيه زعيما جديدا. أنصار تيار المستقبل يجوبون شوارع بيروت في مسيرات سيارة دعما لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعدما بدأ شقيقه بهاء بتجميع قواه على الساحة اللبنانية. عباس صباغ، بيروت، الميادين. عماد خياط، منذ يومين يعني مع بداية الموضوع إلى الآن، ما الذي تبين من الخيوط؟ خاصة أن هناك مستجدات، أولا نزول الناس إلى الشارع، ثانيا زيارة السفير السعودي لسعد الحريري. نعم، بداية لابد من الإشارة إلى أن الإطلالة يعني إطلالة بهاء الحريري من خلال بيان جديد تؤشر إلى رغبته بالدخول إلى الساحة السياسية من الباب العريض،
يعني هي ليست المرة الأولى، لكنها المحاولة هذه المرة تبدو جدية أكثر، خصوصا وأن ثمة أنصارا يقولون إنهم يعملون معه أو يتجندون من أجل دفعه لطرح مشروع سياسي قد يكون منافسا للطرح الذي يقدمه شقيقه. نعم، هل هذا فقط أم هناك عوامل أخرى؟ يعني أيضا كان له دعم لكنه استبعد، كان واضح استبعاده قبل فترة عندما كانت الأمور وتم التقسيم، يعني استبعد. هل اليوم في أسباب أخرى؟ ضعف الحريري، ضعف حالة تيار المستقبل الذي يمر بها؟ نحن نتحدث عن استبعاد بها، ما قيل يومها قبل 15 عاما عندما استشهد الرئيس رفيق الحريري، قيل يومها انه جرى الاتيان بسعد رغم ان الاثنين لا يملكان، يعني بهاء وسعد لم يكونا يملكان في تلك الاونه اي خبره سياسيه، لكن الخيار رسى على سعد لكونه ربما اقل حده، يقال ان بهاء كان في تلك الفتره اكثر يعني نزقا او سريع الانفعال، وبالتالي رسى الخيار على سعد، قد يكون ذلك هذا ادى الى نشوب ما يمكن ان نعرف بالغيره او ان ثمة رغبة ربما بالعودة، ولكن بعد 15 عاما من الغياب ما الذي يمكن أن يحمله بهاء إذا لم يكن يعني على الصعيد الشخصي سينافس أخاه، وبالتالي سيغرف من نفس البئر، يعني بئر الحريرية السياسية التي تشهد انفكاكا من حولها الآن، وبالتالي نحن سنكون أمام صراع داخل البيت الواحد، وهذا سيؤدي إلى تشرذم. يعني هو صراع الأخوة، لكن لماذا الآن؟ ماذا يفهم من كلام بهاء؟ من يقف وراءه؟ من يدعمه؟ يعني أنت ذكرتي وفي التقرير ذكر عباس أيضا أن الزيارة كانت لافتة فعلا للسفير السعودي الذي قلل في الفترة الأخيرة من إطلالاته أو من لقاءاته حتى مع سعد الحريري عندما كان رئيسا للحكومة، وأيضا في الفترة الأخيرة عندما خرج من جنة السلطة. هذه الزيارة اليوم تؤشر ربما إلى رسالة تفيد أو مفادها يمكن أن نفهم بأنها ربما السعودية ليست وراء هذا الدفع لبهاء الحريري. من وراءه؟ يمكن أن نفهم. يعني من حتى الآن من الصعب جدا التكهن، لكن لا يمكن لبهاء الحريري الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع السعوديين وأيضا مع الأمريكيين أن يتحرك من دون غطاء. هل هناك صراع داخل السعودية أو أجنحة ربما؟ هذا هو السؤال الكبير في السعودية، هل هناك من أجنحة ربما تدعم هذا أو ذاك؟ سعد الحريري يعاني الآن، يعاني انخفاضا في شعبيته، تراجع الحريرية السياسية، انفضاض البعض من حوله أيضا، شحا ماليا، وبالتالي هذا انعكس تراجعا كبيرا حتى يعني ندرة التقديمات المالية التي كانت تقدمها الحريرية السياسية لأنصاره، وبالتالي من أجل ربما اليوم نشهد محاولة لاستنهاض الهمم ربما من خلال هذه المسيرة وتلك التي جرت أمس في الطريق الجديد. إلى أين سيؤدي هذا الصراع؟ سؤال كبير. طيب، هل نزول الشارع أو النزول إلى الشارع من قبل الناس هل يوحي بشيء معين؟ لابد من الإشارة علا إلى أن النزول إلى الشارع لا يقتصر فقط على بيروت، والحريرية السياسية كانت لها امتداداتها من الشمال، من بيروت إلى الشمال ومن بيروت إلى الجنوب والفقاع، وبالتالي لم نشهد إلا في بيروت هذا الحراك الذي يعني توجه اليوم إلى بيت الوسط من أجل إعلان وتأكيد الولاء لسعد الحريري، وبالتالي من هذا يفهم أيضا على أن ثمة انقطاعا بين المناطق التي كانت تحلف أو ترفع لواء الحريرية السياسية. صحيح. مع سعد، وربما تتجه أقول وقد يستغل بهاء ربما حاجة البعض، أيضا هناك شح مالي، نحن أمام أزمة مالية كبيرة، والبعض قد يضطر إلى التعامل ربما مع طرح سياسي قد لا يتوافق أو مع شخصية سياسية أو مع زعامة تريد شعبية ما من خلال ضخ الأموال، وهذا قد يكون سلاح ذو حدين. طيب، يعني بات مؤكد دخول بهاء وفهم من كلامه أنه دخول واقتحام للحياة السياسية، لكن لماذا لم يختار غير طريقة؟ يعني لماذا عبر الخلاف مع أخيه هو يدخل إلى السلطة؟ لماذا لم يختار غير طريقة أن يكون هو وسعد في الحياة السياسية وبشكل طبيعي؟ نحن نعيش في لبنان، وفي لبنان هناك يعني زعامات سياسية تقوم على المحاصصة الطائفية، وبالتالي يعني كل واحد له مكانته ضمن طائفته المذهبية، ومن هنا إذا كان لبهاء الحريري أن يدخل إلى لبنان وإلى الساحة السياسية فلابد أن يكون من داخل الطائفة السنية، وهذا الواقع المر للأسف يعني التوصيف في لبنان أنه سنة وشيعة ودروز ومسيحيون، وهذا بالتالي لا يمكن أن يدخل من الباب الشيعي أو يعني من هو يبحث الدرزي. تحديدا عن الزعامة السنية، قد يكون وقد لا يكون، حتى الآن هو غامض جدا، يعني يحاول أن يترك بعض أنصاره يتحدثون، والأمر المقلق هو هذا الغموض المحيط بتوجهاته أو برغباته. طيب، بشكل سريع، هل فهم إن كان سيكون غير سعد؟ لا يمكن بتعطيه؟ أن
لا يمكن أن يكون. سعد بغض النظر نشع أن يرسخ نفسه على مدى السنوات الماضية، لم يكن يملك تلك الخبرة السياسية قبل 15 عاما عندما استشهد والده، الآن بات أحد أقطاب السياسة في لبنان، لكنه لم يستطع أن يدير ربما، وهو ترك للبعض من محيطه إدارة علاقاته مع المحيط والمناطق ضمن بيروت، وهذا أدى ربما إلى ارتخاء في مكان ما وإلى ابتعاد آخرين عنه، وربما لم يستطع أن يخاطب جمهوره بوضوح من أجل أن يشرح لهم أسباب خطواتها التي أدت فيما أدت في إحداها مثلا إلى تأييد الرئيس ميشيل عون وانتخابه والابتعاد عن بعض حلفائه. هناك نقاط والعودة إلى الوراء، يعني أسئلة كبيرة تحتاج إلى أن يشرحها، وهو غير قادر الآن. عماد خياط ومحمد الخضر، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا فاصل ونناقش بعده قضية اليوم. لمناسبة مرور 20 عاما على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، تخصص الميادين تغطية لهذا الحدث تبدأها ببث تقارير خاصة بالمناسبة. كيف غير تحرير الجنوب المشهد الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط؟ ماذا تغير منذ التحرير مع تعاظم قدرات المقاومة؟ وما كان دور سوريا في دعم المقاومة؟ إذن 20 عاما على اندحار إسرائيل من الجنوب اللبناني من دون قيد أو شرط. هزيمة مثلت باكورة انتصارات المقاومة في لبنان أثمرت عام 2000 تحريرا للأرض. نتابع ثم نحلل. أهلا بكم. منذ احتلاله جنوب لبنان عام 1978 وعلى مدى أكثر من 20 عاما من الاحتلال، لم تعطي المقاومة اللبنانية بمختلف توجهاتها الجيش الإسرائيلي الفرصة ليشعر أنه استقر في أرض الجنوب المحتل. وفي عام 2000 لم يستطع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك تجاهل الرغبة العارمة لدى الإسرائيليين بالخروج من المستنقع اللبناني. الجنرال المقبل من صخب المعارك إلى معترك السياسة أخذ القرار بالاندحار عن لبنان من دون قيد أو شرط. שצהל ידע להגן על מדינת ישראל מתוך גבולה, ושאנחנו הולכים להתנתקות מטרגדיה ארוכה, אנחנו מוכרים לזכור כל הזמן שאנחנו לא עוזבים גן שושנים והולכים להיכנס ללבנון, אנחנו עוזבים מציאות קשה מאוד ששוררת באזור במשך שנים. هبط الجيش الإسرائيلي بعديد جنوده إلى النصف دفعة واحدة ثم إلى 200 عنصر فقط بحدود شهر أيار مايو، وكانت الخطة تقضي بأن تظل المنطقة التي انسحب منها الجيش معزولة عن أراضي فلسطين المحتلة، حيث تبقى ميليشيا العميل أنطوان لحد وتفرض السيطرة عليها، إلا أن المقاومة حينذاك كان لها رأي آخر. يا ما بفلوا مع اليهود، يا أما بسلم حال للقضاء، يا أما قتل. في لبنان كان المناخ السياسي عام 2000 داعما للمقاومة في حربها ضد الاحتلال. في قصر بعبدة كان هناك رئيس الجمهورية إميل لحود، وفي عين التيني رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي السراي الحكومي الرئيس سليم الحص، والثلاثة شكلوا مع مختلف القوى الوطنية المقاومة دعامة أساسية مكنت المقاومة من رسم استراتيجية التحرير لتبدأ من 9 أيار مايو عام 2000 سلسلة فتوحات في قرى الجنوب المحتل الواحدة تلو الأخرى. ناصر اللحام، إذا ما توقفنا على الكلام الأخير لهدى باراك، ما الخلاصة التي يمكن أن نتوصل إليها لما جرى في حين لناحية القرار المفاجئ بالانسحاب فورا دون قيد أو شرط؟ نتيجة مباشرة مختصرة، إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، هذا هو ما خلص عليه تقرير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وقال إن هذا المفهوم انتشر وهو السبب في اندلاع الانتفاضة التي قام بها ياسر عرفات عام 2000. وبالتالي الحديث عن أنه إسرائيل حينما تبدأ بعد جثث الجنود وصناديق الجثث تعود، جبهة الداخلية تتطهر، وكانت هناك ريح قوية تطالب بالانسحاب، ليس مثل أمهات 4 في 82، وإنما رأي عام كامل خرج باراك على التلفزيون وعد في الدعاية الانتخابية أنه سينسحب، ولأنه وعد فاز، وحين فاز قال عبارته التي سمعناها الآن:
ليست حديقة ورود لبنان، لوغان شوشانين كما قال باللغة العبرية. نحن ننسحب من كوابيس ونهرب، وهذا كان يلبي عائلة رغبة عائلات الجنود، والجنود وانسحبوا كما انسحبت أمريكا من فيتنام. بكل حال من الأحوال هذه النتيجة، لغاية الآن هم يدفعون فواتيرها. حاولوا قتل المشهد من خلال تعزيم الأزمات الداخلية، حروب وغارات لاحقا، حتى يمسحوا من التاريخ أنهم هربوا هروبا وليس فقط انسحابا، وأنما هرولوا نحو بوابة فاطمة. والنتيجة أنهم بعد 20 عاما خرجوا يتحدثوا عن هذا الموضوع غير نادمين. إذا لاحظوا حديث أهود براك أول أمس، هو غير نادم على قرار الانسحاب من لبنان، ولا أي إسرائيلي لا من اليمين ولا من الوسط ولا من الصقور ولا من الحمائم يقول نريد العودة إلى لبنان. جميعهم يقولوا الحمد لله أننا خرجنا من نيران لبنان. إذن هي القوة للمقاومة ولا شيء آخر سوى القوة والإرادة. هذه القوة طبعا كان هناك من يشارك فيها، من يساندها، من يساعدها. ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق، ربما الجميع يعرف عن الدعم لسوريا، طبعا دعم سوريا للمقاومة في فترة ما بعد التحرير كان كله مكشوف، كله معلن، كله بات واضح، لكن ما قبل التحرير كيف كانت تساعد سوريا؟ أتحدث تحديدا بالمجال العسكري وصولا إلى تحقيق التحرير، أخبرينا عن هذا الدعم. يعني ربما بالنسبة لتحرير الجنوب في العام 2000 مهدت له سوريا سياسيا إن صح التعبير، وخاصة عندما أرست ما سمي بتفاهم نيسان، وفي ذلك التفاهم الذي أنجز مع وزراء خارجية واشنطن وارنر كريستوفر ووزير خارجية فرنسا إيربي دوشابات في ذلك الحين، كان هناك إرساء بشروط مناسبة للمقاومة، حيث كان ينص هذا التفاهم على ضمان آلية رقابة متعددة من هذه الأطراف، أي سوريا ولبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا، ونص على إلزام إسرائيل في الحزام الأمني بعدم إطلاق أي نوع من أنواع الأسلحة، وأيضا إلزام حزب الله، وقد اصطلح يعني هذا التفاهم على تسميته بالمجموعات المسلحة، وطبعا هذا إصرار سوريا على تسمية حزب الله في هذا التفاهم بالمجموعات المسلحة، طبعا عقد في العام 1996 لأنه كان الجانب الأمريكي يصر على تسميتها بالإرهابيين، وهذا يحسب لسوريا بأنها منعت تسمية المقاومة منذ ذلك الحين أو وصمها بالإرهاب، لأنها كانت تعدها فصيلا مقاوما يدافع عن أرضه لطالما هناك محتل. وأيضا استطاعت يعني أولا استطاعت تمرير هذا المصطلح، واستطاعت عندما ألزمت إسرائيل بالالتزام بعدم إطلاق النار، وأيضا بالمقابل عدم إطلاق النار من قبل حزب الله، وبحق الرد لأي من الطرفين في حال الخرق، حينها تمكنت من انتزاع شرعية دولية لحزب الله وللمقاومة المسلحة في ذلك الحين. وطبعا حزب الله تمكن من تطوير هذا التفاهم وصولا للتحرير المطلق في العام 2000. كانت دمشق تضع المقاومة في مجريات هذه التفاهمات وهذه اللقاءات، وخاصة يعني اشتهر حينها بالمحادثات المكوكية أو بالجولات المكوكية وارنر كريستوفر، وهو طبعا عندما أنجز هذا الاتفاق أضعف إسرائيل ويعني أوجد الصدع يعني بين والشرخ عفوا في الكنيسة الإسرائيلي، وبدأت المزاودات والمزايدات السياسية بين نتنياهو وبيريز، وطبعا أدى إلى إسقاط بيريز سياسيا. استبقتني بالحديث عن موضوع الدعم السياسي، سأعود إليك للحديث عن كيف ترجم أيضا وكيف كان الدعم العسكري تحديدا. هذه المرحلة طبعا فيما يتعلق بالدعم السياسي كانت يشهد لسوريا، وتحديدا كان دور الرئيس الراحل حافظ الأسد في هذه المرحلة. أذهب إلى موسى عاصي محلل الميادين لشؤون أوروبا والمنظمات الأممية. موسى، الغرب حين بكل ما يعنيه الغرب كيف تعاطى مع التحرير؟ ماذا عنى له التحرير؟
نعم، بداية تحية للمقاومة في لبنان وفي فلسطين، لشهداء المقاومة، لجرحى المقاومة وللمقاومين المستمرين في لبنان وفي فلسطين. بالنسبة لموقف الغرب والموقف العالمي بشكل عام، إذا أردنا العودة إلى 25 من أيار، إلى المشهد الذي كان سائدا في 25 من أيار عام 2000، نرى أن لبنان كان وحده مع داعمي المقاومة. تحدثت عن سوريا، أتحدث عن سوريا وعن إيران. كان لبنان يسير عكس التيار، كانت الساحة الدولية في مكان ولبنان في مكان آخر. لبنان يحتفل بانتصاره على الاحتلال الإسرائيلي ويطرد الجنود الإسرائيليين من أراضيه، وفي المقلب الآخر العالم كله يسير خلف الولايات المتحدة وخلف إسرائيل. روسيا في ذلك الوقت لم يكن لها قدرة على رفع يدها أو رفع حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي. الصين كانت أيضا في نفس الإطار. روسيا كانت ضعيفة جدا بعد 10 سنوات من حكم بوريس يلتسين. فلاديمير بوتين تسلم السلطة وتسلم الرئاسة قبل أسبوعين فقط من تحرير 25 من أيار. إذا العالم كان يسير خلف الولايات المتحدة وخلف إسرائيل. معظم الدول العربية والخليجية تحديدا كانت أيضا في هذا في المقلب الآخر، حتى ولو لم تكن واضحة كما نرى اليوم. في الانسحاب كان موقف الأمم المتحدة واضحا يترجم النظرة الغربية. رسم للبنان الخط الأزرق، واعتبر منذ ذلك الحين أن هذه هي الحدود، وعلى لبنان طالبت الأمم المتحدة والدول الغربية من خلفها، وأيضا بشكل أساسي الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت لبنان ببسط سيطرته حتى الخط الأزرق، وهو بالمناسبة الخط الذي لم يعترف به لبنان كحدا أو كرسم للحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. طلب من لبنان أن يمارس سلطته، وبالتالي سحب سلاح الميليشيات. عندما نتحدث عن الميليشيات بالمنطق الأممي والمنطق الدولي الغربي، يعني سلاح المقاومة. إذن هذا الموقف الغربي الذي تأسس منذ ذلك الحين، علما أن لبنان عند رفضه لهذا الخط الأزرق كان يطالب بشكل دائم بأن هناك أراضي لا تزال محتلة، وهي لا تزال محتلة حتى اليوم. أتحدث عن مزارع شبعة وبعض القرى الجنوبية. مزارع شبعة الاستراتيجية على المستوى السياسي العسكري وعلى المستوى الاقتصادي أيضا. منذ ذلك الحين استمرت المطالبة للبنان بسحب سلاحه، وكان القرار الأول أو ردة الفعل الأولى الدولية على هذا الانتصار في العام 2004 عندما صدر القرار 1559 للمطالبة أيضا بسحب سلاح حزب الله. أعود إليك ناصر، إلى أي مدى كلام هدى براك رد على كل من شكك بضربات المقاومة أنه كانت هي السبب الحقيقي وراء الاندحار، وأنه قال البعض، للأسف هناك أيضا من في الداخل تحدث، أنه خسائر اللي تلقتها إسرائيل لم تكن بحجم قرار الانسحاب. لا، أنا أتحدث عن تفاصيل وما يقال باللغة العبرية وما كتب في الصحف الإسرائيلية حينها. الأجواء كيف كانت؟ أجواء هزيمة، أجواء موت. وبالمناسبة قبل أسبوع وتطرقنا إلى ذلك في التحليلية، كان أبيب كخاذي على الحدود في بلكناطرة وتحدث للجنود كيف مات أباؤهم في لبنان، عمليات تفجير، التفخيخ والعمليات النوعية. ونذكر عملية التهكير على اللاسلكي الإسرائيلي، سقوط المروحية، وهز الرأي العام الإسرائيلي هز حين رأى رؤوس الجنود الكوماندوز بيد مقاتلي حزب الله. وأذكر يومها كانت على الصفحة الأولى من الصحف. عملية إنصارية تقصد؟ هذا 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 كان هذا يشبه قنبلة نووية على المجتمع الإسرائيلي. إن السيارة كان نخبة النخبة الكوماندوز التي كانت تهدد فيها العالم وتذهب إلى تونس لاغتيال أبو جهاد، رؤوسهم عند بساطير مقاتلي حزب الله. هذا لم يتخيل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي بالإجماع كانت دعوة للانسحاب قبل أن تكون الخسائر أكبر. وعرفوا أن الساعة الرملية بدأت، وعرفوا أنه كل يوم هنالك قتلى. وبالمناسبة الأجواء العامة، أنا كنت في مصر يومها، الأجواء العامة كانوا في القاهرة يحتفلون أكثر من بيروت. الأجواء العامة في جامعة بير زيت ضربوا السفير البريطاني بالأحذية والحجارة. العالم العربي كله كان يصف خلف المقاومة. نعم، ديما أعود إليك للحديث. كنا نتحدث طبعا عن نقطة الدعم العسكري، والكل يريد يعرف، لأنه هذه المرحلة لم يكن هناك حديث عنها تحديدا. أخبرينا عنها لو سمحتي.
يعني طبعا في ذلك الوقت كان لا يزال الجيش السوري يتواجد على يعني اجزاء من الاراضي اللبنانيه وبطبيعه الاحوال يعني طبعا كان دور سوريا واضح في دعمها المطلق والغير مشروط للمقاومه، وطبعا في يعني الى جانب الدعم العسكري الذي كان يقدم من قبل الجيش السوري. طبعا ربما يعني كانت حرب تموز هي يعني المثال الاكثر وضوحا والاكثر يعني والأكثر اتساعا عسكريا في دعم المقاومة، لكن في حرب التحرير أو في يعني في انسحاب الجيش الإسرائيلي وبالمناسبة على الإعلام السوري وحتى دمشق في ذلك الحين سمته الاندحار الإسرائيلي وليس الانسحاب الإسرائيلي رغم أنه كان بقرار إسرائيلي أن يكون، ولأنه كانت دائما تعتبر دمشق أنه لولا ضربات المقاومة ولولا عمليات المقاومة لما كانت إسرائيل لتنسحب من جنوب لبنان من دون قيد أو شرط، وكانت أيضا تسميه انتصارا سياسيا لسوريا وهذا ما كانت تقوله في أكثر من مناسبة، رغم أنه في زمن التحرير كان يعني الرئيس الراحل حافظ الأسد في وقت صعب صحيا وهو توفي تقريبا بعد حوالي 3 أسابيع من التحرير، ومع ذلك لم يتوقف دعم سوريا للمقاومة لا بالسلاح ولا حتى يعني بالدعم والمظلة السياسية ومحاولات دائما الضغط على واشنطن. يعني حتى عندما كانت هناك محادثات للسلام بين سوريا وإسرائيل في كل مرة كان مصعد فيه إسرائيل باتجاه المقاومة كانت تلوح سوريا بإيقاف هذه العملية وبأنها بأن إسرائيل لا تريد السلام، وكل تلكؤ من قبل إسرائيل هذا يعني بأنه بمقابله ستبقى المقاومة. حتى بعد التحرير بشكل سريع جدا علا عندما كان هناك التباس حول مزارع شبعة وكانت تريد الأطراف الغربية أن تعدها يعني سورية من أجل أن يكون هناك كان هناك إصرار من الأمم المتحدة لكي يكون يعني تكون القوات الأمم المتحدة الموجودة هناك هي الأندوف وليس اليونيفيل، وبالتالي يتم إلغاء دور المقاومة. رفضت دمشق ذلك يعني عند ترسيم الحدود رفضت دمشق ذلك وقالت بأن مزارع شبعة لبنانية وبأنه لن تسمح بأن يكون هناك استهداف للمقاومة ولدور المقاومة حتى مع انسحاب العدو الإسرائيلي من أراضي الجنوب. موسى عاصي، ماذا عن تعاطي الغرب اليوم ربما آخر تجلى بقرار ألمانيا فيما يتعلق بحزب الله لكن كله؟ نعم يعني نعم ألمانيا هي الدولة التي اتخذت مؤخرا القرار بحظر حزب الله في أراضيها، وهو موقف إلى حد بعيد يعني تتشاركه معظم الدول الأوروبية وإن لم تعلن جميعها بهذا الموقف أو لم تتخذ هذا الموقف، ولكن الواضح بأن يعني وضع حزب الله على لائحة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي بجناحه العسكري في العام 2013 كان مقدمة للتعاطي مع المقاومة في لبنان بكل يعني كل المقاومة، ولا نتحدث هنا عن فرق ما بين جناح عسكري وجناح سياسي على هذه اللائحة. الفارق الوحيد هو أو المانع الوحيد من يعني اتخاذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الألمانية أو تعميمها على مستوى الاتحاد الأوروبي هو الموقف الفرنسي كما بات معروفا التي ترفض فرنسا ترفض يعني المساس بالتوازن الموجود داخل لبنان. فرنسا تعتقد بأن أي مساس بهذا التوازن الموجود سيخل بالأوضاع اللبنانية وبالتالي ستفقد فرنسا موت قدم وحيد لها في منطقة الشرق الأوسط. حزب الله أو المقاومة في لبنان بات مشكلة كبيرة للغرب، بات مشكلة كبيرة أمام صفقة القرن، بات مشكلة كبيرة بسبب يعني الدور الذي لعبه الحزب في سوريا أيضا عندما واجه المجموعات المسلحة المدعومة غربيا والمدعومة عربيا والمدعومة أمريكيا. حزب الله مشكلة لأي يعني مشروع سلام بين مزدوجين تقترح الدول الغربية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي. إذن اليوم هناك هجوم عنيف على حزب الله تمخض أو تمظهر بالقرار الألماني الأخير، ولكن ربما يتوسع لاحقا ليشمل كافة الدول الأوروبية. ديما، لماذا سعت سوريا إلى هذا التحرير وكيف انعكس عليها؟
يعني طبعا لطالما سوريا اعتبرت بانه المقاومه هي خط الدفاع الاول عن سوريا صح التعبير بمواجهه المحتل الاسرائيلي، يعني دعم المقاومه كان ذلك يعني واحد من المبادئ الاساسيه، يعني تاكيد المؤكد بان الاولويه في الصراع هي مع اسرائيل، ولطالما ان المقاومه يعني هي موجوده في خط الدفاع الاول عن دمشق وعن كامل الوطن العربي صح التعبير، رغم انه يعني الدول العربيه لم تكن يعني في ذلك الحين كانت فعلا هي تصطف وراء المقاومه، ولكن للاسف يعني حدث ما حدث في السنوات التاليه، ولكن دمشق لم تغير من موقفها منذ ذلك الحين، كانت مؤمنه بحق المقاومه في ان تقاوم هذا المحتل وان تبقي على سلاحها، ويعني كانت دائما تدعم هذا الامر، وهي اعتبرتها خط الدفاع الاول عن كل ما يعني الان نسميه محور المقاومه، وان كان في ذلك الحين هو تحالف متين بين طهران ودمشق وحزب الله، وأثمر عن هذا النصر الكبير في 2000 وفي طبعا 2006 فيما بعد. نعم ناصر، من الكاتيوشا إلى صواريخ بعيدة المدى وربما دقيقة، أي معادلات أرستها المقاومة؟ أي مشهد جيوستراتيجي بعد التحرير؟ وماذا عن القدرات وكيف تنظر إليها إسرائيل؟ إسرائيل تنتصر في معارك تكتيكية وتخسر استراتيجيا، سواء بالحجرة أو بالشمعة أو بالتظاهرة أو بصواريخ الكاتيوشا بقلعة الشفيف وصولا إلى سايبر. دعينا اختصر المسافات وأقول إسرائيل احتلت سيناء 60,000 كيلومتر وانسحبت منها، احتلت جنوب لبنان وصلت حد بيروت وانسحبت منها، احتلت الأراضي الأردنية وانسحبت منها وآخرها قبل أشهر في البكر والغامورة، احتلت غزة وانسحبت منها، احتلت الضفة الغربية وانسحبت من أريحة ومن مناطق ألف، وهي مسألة وقت حتى تنسحب من القدس. التاريخ لصالح الثوار، التاريخ لصالح المقاومة، التاريخ لصالح الشعوب، والاحتلال إلى مزبلة التاريخ. أعود إليك موسى، ربما أنهي معك، لو ظل الجنوب محتل ماذا كان مصيره اليوم؟ هل نستطيع أن نراه كما يحصل مثلا في القدس، كما في الجولان، كما في الضفة وغور الأردن، وعن السيادة أو انضمامه للسيادة الإسرائيلية، أم للجنوب حالة مختلفة حتى لو كان بقي محتلا؟ كيف كان شكل الجنوب؟ لا ربما، نعم ربما كان مستقبل الجنوب لو كان بقي تحت الاحتلال لا سمح الله لكان أسوأ بكثير من مناطق أخرى، وأشبه وضع جنوب لبنان بوضع الجولان السوري المحتل. علينا أن لا ننسى حاجة إسرائيل للمياه اللبنانية، نعرف أن جنوب لبنان كما الجولان السوري المحتل غني بالمياه، هناك نهر الليطاني ونهر الوزاني الذي تسرق حاليا منه إسرائيل كميات كبيرة لتغذية بحيرة طبرية. اليوم إسرائيل بحاجة لمليار متر مكعب سنويا إضافية لتلبية حاجاتها من المياه في هذه المنطقة في الشمال الأراضي المحتلة. لبنان كان حتى العام 2000 يغذي إسرائيل، أو كانت تسرق إسرائيل من لبنان 25% من المياه الموجودة في طبرية من نهري الليطاني والوزاني. علينا أن نستوعب أيضا أن إصرار إسرائيل على البقاء أو إبقاء احتلالها على مزارع شبهة أيضا ينطلق من هذا المنظور، مزارع شبعة بمياهها الثلجية ومياهها الجوفية الغنية جدا، هي التي تبرد بحيرة طبرية المغلقة والتي تتبخر منها كميات كبيرة خلال فصل الصيف. إذن هناك كميات كبيرة من المياه بحاجة لها إسرائيل في السنوات المقبلة، بحاجة لها الآن وبحاجة لها في السنوات المقبلة. وإذا كانت حاجة إسرائيل حاليا بهذه المياه، كيف ستكون بعد سنوات عديدة؟ لهذا السبب أقول بأن إسرائيل لو أراد أو لو أنيت لها القرار لكانت أبقت على الجنوب اللبناني إلى ما شاء الله. وهنا أذكر بحديث رئيس الصهيونية الذي تحدث باسم الصهيونية العالمية عام 1919 مع وزير الخارجية مع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد لويد، وهو حييم ويزمان، عندما قال بأن الخارطة النهائية لإسرائيل يجب أن تشمل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني. هذا الكلام من العام 1919. إذن أطماع إسرائيل بالجنوب بجنوب لبنان قديمة جدا، ولو أريد لها أو لو كانت القرار بيدها لكانت أبقت على الجنوب إلى ما شاء الله.
موسى عاصي، ديما نصيف، ناصر اللحام، شكرا جزيلا لكم، ويبقى دائما الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.